بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مرة تانية. محمد مرعي بيحييكم وبرحب بكم في الحلقة رقم 38 من سلسلة تعليم ويندوز 7 للمبتدئين. النهاردة هنسيب الكنترول بانل لوحة التحكم شوية وبعدين هنرجع لها تاني لترون يعني. إنما النهاردة هنتكلم على المتصفح اللي هو البراوزر. المتصفح ده هو أو البراوزر هو ممكن نقول عليه تذكرة دخولك لعالم الانترنت، بمعنى ان انت علشان تتفرج على حاجة على الانترنت لازم لك برنامج معين اسمه المتصفح. البرنامج ده هو تذكرة دخولك للانترنت، معنى ان انت اما تفتح المتصفح فيك بعد كده تخش على اي حاجة زي الفيسبوك او على تويتر او على يوتيوب او على اي حاجة. طبعا في براوزرز كتير او متصفحات كتير جدا، في برامج على موجودة على الانترنت زي جوجل كروم، زي فايرفوكس، زي اوبرا، زي سفاري على الماك. انما مايكروسوفت ويندوز 7 بيجي معاه متصفح اللي هو انترنت اكسبلورر، وغالبا يعني لما بتعمل انستول بيبقى موجود عندك على الكمبيوتر. خلينا نشوف الانترنت اكسبلورر ده ونشوف مميزاته ونشوف ازاي بنقدر نستعمله. طبعا الانترنت اكسبلورر بتفتحه من هنا، من على الايقونه اللي هي موجوده على شريط المهام اللي تحت دوت. لو مش موجوده عندك بتضغط على ستارت وبتضغط على اول بروجرامز او كل البرامج اذا كان عندك الويندوز عربي اهوت، وبتطلع فوق بتلاقي حاجه اسمها انترنت اكسبلورر. لو انت يعني مش شايف الايقونه ديت او مش ظاهره عندك، زي ما شرحنا في فيديوهات قبل كده، اسهل حاجه ان انت تعمل سيرش عليها وبحث عليها، بتكتب انترنت اهوت، او بتكتب اول حرف 2 3 بيظهر عندك موجود اهوت، تضغط عليه وبيفتح. طبعا لو هو مثلا عندك وانت عايز تحطه على شريط المهام تحت زي ما شرحنا في حلقات قبل كده، بتعمل رايت كليك وبتختار بين تو تاسك بار. طبعا هنا بيقول لي ان بين لان هو موجود اصلا، انما انت بتختار بين لو هو مش موجود عندك. كويس، بنضغط على انترنت اكسبلورر وبنفتح المتصفح اللي هو المتصفح دوت، اللي زي ما قلت هو تذكره دخولك، زي تذكره دخولك السينما، بتقطع تذكره عشان تدخل السينما وتتفرج على افلام مختلفه. هو ده برضه، هو بتفتح الاكسبلورر دوت او المتصفح، هو تذكره دخولك للانترنت بحيث تشوف فيه كل حاجه. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي ان الصفحه فتحت قدامي، صفحه فتحت على مايكروسوفت دوت كوم. طبعا ممكن الصفحه دي تفتح على حاجه تانية مختلفه عندك على الانترنت لو انت فتحته قبل كده او فتحت على صفحه تانية. طبعا المفروض ان هنا في قوائم فوق، لو انت مش شايف القوائم زي ما موجود عندي كده، انا مش شايف اي قوائم فوق خالص، بتضغط مفتاح الت على الكيبورد على لوحه المفاتيح عندك على الكمبيوتر. لو ضغطت الت ضغطه واحده بس كده بتظهر لك الحاجات دي اللي هي القوائم اللي فوق دي، لو ضغطت تاني بتختفي. لو انت عندك كمبيوتر الشاشه بتاعته صغيره، طبعا يستحسن ان انت تخليها مخفيه او مختفيه بحيث ان انت تستغل المساحه كلها، انما لو انت عندك شاشه كبيره فيك ترجعها. زي ما قلنا بتضغط الت، تمام، تضغط الت على الكيبورد، مفتاح الت اللي هو اي ال تي على الكيبورد، بتطلع لك القائمه اللي فوق دي. لو انت عايز تثبتها، لان طبعا لو انا ضغطت بره بتروح على طول، فلو انت عايز تثبتها بتضغط الت لما تظهر، تروح على جنبها كده اهوت وتضغط مفتاح الماوس اليمين اللي هو الرايت كليك بالماوس بتاعك او بالفاره، بتلاقي حاجه اسمها مانيو بار، بتضغط على المانيو بار بتبقى مفتوحه عندك خلاص ما بتروحش. خلينا بالمره بنعمل ضغط بالين كمان مره وبناخد حاجه اسمها اللي هي الكوماند بار دهيت، تمام، وكمان مره وبناخد حاجه اسمها فيفور دهيت، تمام، بنخلي الحاجات دي. طبعا انا لو قفلت المتصفح دلوقتي، لو قفلت المتصفح وفتحته تاني، تمام، بتظهر الحاجات دي موجوده ما بتختفيش تاني، ما بتختفيش. لو انت عايز تخليها مختفيه تاني بتعمل رايت كليك وبتشيل العلامه اللي جنبها. طيب المتصفح ده هو بيطلع لي هنا زي ما تقول صفحه رئيسيه هي اللي هي مايكروسوفت دوت كوم، تمام، وفي هنا التاب بتاعه، وفي هنا طبعا في هنا تانية لو انا عايز اضيف صفحه تانية وهنجي لها دلوقتي. طيب دلوقتي انا لو ضغطت على الصفحه دهيت بتطلع لي صفحه تانية فاضيه اهي. كويس، ان انا مثلا فرضا انا عايز افتح الفيسبوك، بضغط نوت واقول فيس. خد بالك في حاجه هنا، انا اول ما بكتب فيس يعني انا كتبت حرف الاف اي سي، تمام، وهو طلع لي خيارات هنا. طبعا ممكن يطلع لي خيارات اكتر لو انا ضغطت ديت، شوف تيرن اوف سجيشن، يعني بقول له ما تخليش الكمبيوتر يتوقع اللي انا اكتبه، فبضغط. هو انا بكتب فيس وما بيطلعليش اختيارات، انما لو انت عايز الكمبيوتر
يجمع بسرعه انت عايز بتدور على ايه، بدل ما تقعد بعد ما بكتب الكلمه كلها فيسبوك عايز الكمبيوتر يتوقع انت تكتب ايه ويكون سريع، تخلي دي تعمل تيرن اون اهوت، بضغط عليها تمام كده هو اول ما اكتب. يعني مثلا لو كتبت مثلا ادوبي طلع لي خيارات، رجع تاني كتبت فيس بيطلع لي خيارات، فبختار مثلا فيسبوك، بضغط على كلمه فيسبوك اهي او بضغط على فيسبوك ده، بضغط على فيسبوك كويس. طبعا طلع لي الصفحه بتاع الفيسبوك. فرضا مثلا ان انت عايز لما تيجي تفتح الانترنت اكسبلور دوت او المتصفح بتاعك يفتح الاثنين، يفتح الصفحه ديت ويفتح الصفحه دي كويس. او فرضا مثلا خلينا بدل ما فيسبوك مثلا خلينا مثلا نقول جوجل مثلا، او بكتب جوجل جوجل اهوت طلع لي جوجل، بقول جوجل دوت كوم تمام. فرضا انت عايز الانترنت لما تفتحها تفتح لك ديت وتفتح لك دي كويس، يعني عايز اتنين هوم بيج. طبعا هي دي الهوم بيج بتاعك الصفحه ديت، وهنشرح ازاي بتغيرها. انما لو فرضا انت عايز هوم بيج بحيث لما تفتح الانترنت يفتح لك الاثنين مع بعض، بتقف على الهوم بيج دهيت الجديده اللي انت عايزها اللي هي جوجل، وبتلاقي حاجه هنا هي رسمه الهوم دهيت او البيت دهيت، في جنبيها سهم صغير، بتضغط على السهم دهوت تمام. هنا بتقول له ايه، اد اور تشينج هوم بيج. طبعا لو انا عايز اغير الهوم بيج بتاعتي دهيت من مايكروسوفت لاي حاجه تانية فرضا للفيسبوك لجوجل، نفس النظام، بروح هنا واضغط اد اور تشينج هوم بيج دهوت وغيرها كويس، او اضيفها او اشيلها خالص واضيف واحده تانية. طبعا انا في انا هشرح الاثنين، فانا شرحت ديت وارجع على جوجل انا عايز اخلي اثنين تفتح عندي، عايز افتح دي وافتح دي، بقوم رايح على هوم دهوت واضغط اد اور تشينج هوم بيج كويس، بتطلع لي القايمه دي. الويندو ده بيقول لي يوز ذس ويب بيج از يور اونلي هوم بيج، يعني بمعنى ان انا لو اخترت الاختيار دهوت ان انا بقول للمتصفح دهوت لما تيجي تفتح تاني افتح لي الصفحه بتاع جوجل دهيت بس على اساس انها الهوم بيج كويس. لو الاختيار التاني بقول له اد ذس ويب بيج تو يور هوم بيج تابس، معناها ان انا عايزك تضيف الصفحه دهيت للصفحه الرئيسيه اللي عندي، بمعنى ان انا عايز يبقى عندي صفحتين هوم بيج، ان انا لما افتح الانترنت اكسبلورر او المتصفح بتاعي يفتح الاثنين مع بعض. او الثالثه دهيت يوز ذا كارنت تاب سيت از يور هوم بيج، يعني بمعنى ان انا لو انا عندي مثلا اي تابس هنا بقول له اختار كله كانه هوم بيج. انا طبعا يهمني الاثنين الاولانيين دول. لو انت عايز تشيل الاولانيه بتاعت مايكروسوفت وتخلي جوجل ديت بتختار الاختيار التاني، بتختار الاختيار الاولاني عفوا. لو انت عايز الجوجل ديت تضاف الى دهيت بتختار التاني. خلينا اختار التاني كده واقول له يس. طب دلوقتي انا هقفل التاب دهوت وهقفل الانترنت اكسبلورر، دلوقتي لما اروح افتحه تاني فتح لي الاثنين زي ما احنا شايفين، فتح لي اللي هي المايكروسوفت وفتح لي الجوجل. طيب فرضا ان انا مثلا رجعت كلامي وعايز اشيل دي، سهله خالص، بتروح تقف عليها، يعني انا واقف هنا وعايز اشيل جوجل، بروح اقف على جوجل وبروح على السهم ده هو واقول له ريموف واختار جوجل، هو بيشيل ريموف، او ريموف اول بيشيل كل الاثنين دول. او طريقه تانية برضو على اساس ان انت لو مثلا ساعات بيبقى فيه كلتش معين في المايكروسوفت انترنت اكسبلورر ما بيشيلش مهما لو رحت عملت ريموف، ساعات ما بيشيلهاش، فيك ان انت تروح على بتروح على تولز ان هوت كويس، وبتختار انترنت اوبشنز، تضغط عليها يطلع لك الويندو ده، بتلاقي هنا العلامه ديت، بتعمل دبل كليك عليها او بتعملها سيلكت خالص وتشيلها بالباك سبيس او الديليت من على لوحه المفاتيح، بتعمل ديليت تمام اهي، بقيت عندي واحده. لو عملت اوكي معناها ان انا دلوقتي شلتها. دي طريقه تانية لو انت حبيت تشيل التاب التاني. طبعا انا بقول له كانسل لان انا عايز مثلا اسيب الاثنين كويس. طبعا يعني السيرش زي ما احنا شفنا هنا فيك تكتب العنوان بتاع الويب سايت، العنوان بتاع الويب سايت، يعني مثلا لو انا عارف ان العنوان www.facebook.com بكتب www.face من غير ما اكمل بتظهر لي عندي، لان انا عملت ديت اون، هي دلوقتي بتقول لي تيرن اوف يعني اغلقها. لا انا مش عايز اغلقها، انا عايز اسيبها مفتوحه. لو انا غلقتها كده بيقول لي تيرن اون يعني افتحها، فانا بفتحها، بفتح
الاقتراحات، تمام؟ فيني اكتب العنوان كامل www.facebook.com، او فيني ادور على حاجه معينه. يعني فرض انا بدور على مثلا اي حاجه زي مصري مثلا او ايجيبت، تمام؟ هو طلع لي ايجيبت او ايجيبت اير، فبضغط ايجيبت اير فبطلع لي الخيارات ديت اللي قدامي، فممكن اختار. فهو دلوقتي، لان طبعا لو انت عندك ويندوز قديم او متصفح قديم بيبقى فيه في اتنين ويندوز، يعني ويندوز ده كده او ملف هنا كده بتكتب فيه العنوان بالكامل وجنبيه سيرش. هما دلوقتي المتصفح الجديد جامعين الاتنين مع بعض، يعني فيك تعمل بحث هنا او فيك تكتب العنوان بالكامل، تمام؟ دي نظرة اولى وسريعة على المتصفح، وان شاء الله طبعا في الحلقات الجاية هنشرح المتصفح ونخش فيه اعمق فاعمق، بحيث ان انت تفهم كل ماهيات المتصفح دوت، وازاي لو في عندك مشكلة في المتصفح او صفحة ما بتفتحش او عايز تعمل كلير هيستوري او تضيف حاجات تانية ازاي تعملها. تابعونا في الحلقات الجاية، وحتى نلتقي لكم مني كل الحب والتقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.